السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات ببقى محتاج إن أنا أحط 2 وحدات قياس، تمام؟ يعني مثلا عايز أعمل مثلا دايمنشن من هنا لهنا 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 لهنا، ولما أخلص أدوس بره بالشكل دوت. لو أنا عايز أعمل حاجة كمان، يعني أضيف حاجة، أروح قايل له إيديت وأروح مثلا أعملها بالشكل دوت. طيب عايز أضيف وحدة تانية تحت، ده مثلا بالمليمتر، هقول له إيديت تايب، وهاجي هنا هلاقي حاجة اسمها الترناتيف يونت، هقول له انا عايز اضيفها بلو اسفل، واقول له وحدة القياس بقى التانية اخليها مثلا بالانش مثلا او بالفيت. اوكي تمام. طيب واقول له احطها بين قوسين بالشكل دوت، واقول له ابلاي، وتظهر معايا بالشكل دوت. يبقى انا عندي هنا مثلا بالمليمتر وهنا بالانش او الفيت. ممكن تعمل كده ايديت وتيجي هنا في الالترناتيف وتقول له مثلا اعمل سيمبل بعديها عشان تميز بينهم، وهنا ده بالمليمتر، اقول له خليها بالمليمتر للتمييز، تطلع معايا بالشكل ده.